الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله وما توكلنا ولا اعتمادنا إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وإمامنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، إخوة الهجرة في سبيل الله، أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه. إخوة الإيمان، لله صفة هي الحكمة. الله عز وجل حكيم، ومن عظمة حكمته أننا قد لا ندرك تلك الحكمة. قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ حكمة. الله سبحانه وتعالى جعل نبيه يعقوب يفقد يوسف عليه السلام، فما كان من يعقوب إلا أن صبر واحتسب لله وطال الزمان، وكان مما كان أن نبي الله يوسف سجن في سجن مصر 13 عاما، فكم طال الزمان قبل وبعد. ثم بعد ذلك فقد يعقوب ابنه بنيامين، فصبر واحتسب وقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ولم يدر يعقوب، ولم يدر يوسف، ولم يدري إخوة يوسف أن نهاية هذه المحنة أن يصبح يوسف عزيز مصر، وأن يصبح واحدا من أنبياء الله عز وجل، وأن يخضع له إخوته الذين كادوا له وتآمروا عليه وحبكوا له حبال الأذى. ما كان يخطر في باله ذلك. لذلك قال: قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أخضع إخوته له جميعا الذين حاولوا أن يقتلوه في صلح
الحديبية جاء المسلمون معتمرين ويحملون السيوف للدفاع عن أنفسهم ومن أجل ألا يصطدموا بجيش قريش المشرك، حولوا إلى مكان آخر من طريق جدة القديم اسمه الحديبية، لكن عيون قريش أوصلت الخبر إليهم فجاءوهم وفاجأوهم بجيش كبير. ماذا تريدون؟ نريد ألا تعتمروا وألا تدخلوا بيت الله وألا تقول العرب إننا أخذنا على حين غرة. ماذا تريدون؟ تطور الأمر، نريد صلحا وتأتون في العام القادم باختيارنا وبرضانا. ماذا تريدون؟ وقع صلح الحديبية. قبل أن يوقع حدثت حالة من الغضب بين المسلمين، ليس غضبا من رسول الله حاشاهم، وليس غضبا من الله حاشاهم، لكنهم قطعوا قرابة 500 كيلومتر وجاءوا يحملون السيوف في أغمادها، وجاءوا مشتاقين لمكة التي أخرجوا منها بالقوة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام عندما هاجرها، هاجر منها مكة: لأنت أحب بلاد الله إلى الله. وفي رواية: مكة لأنت أحب بلاد الله إلي. ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ومن هنا قال العلماء بأن هذا الحديث فيه دلالة على حب الوطن. مكة إلى جانب أنها بلدة الله الحرام هي وطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ولد وفيها ترعرع وفيها عاش وفيها بعث وفيها ابتدأ النبوة ومنها هاجر. الوطن، حب الوطن من الإسلام. بعد أن قطعوا هذه المسافة الطويلة يقال لهم عودوا، لم يكونوا في طائرة تمضي بهم نصف ساعة، وإنما كانوا في فيافي وخفار. كنا وما زلنا نقول لحجاجنا عندما نخرج من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة: أترون إلى هذا الطريق الموحش الطويل البعيد المليء بالجبال والشمس الحارة الشديدة القاسية، أنتم تجلسون في حافلات مكيفة وفيها طعام وشراب وأنس وإنشاد ودعوة إلى الله، بينما نبينا عليه الصلاة والسلام قطعها راكبا على ناقته القصوى، لا ظل ولا تكييف ولا سرعة، لا سرعة إنجاز. لأجل هذا غضب الصحابة، هم على بعد أمتار من مكة ولا يريدون حربا، لكن قريش منعتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رضي بالصلح. ثم بنود الصلح بعد ذلك تتحدث حديثا ظاهره أنه هزيمة، ظاهر. تقف الحرب 10 سنوات، من جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، اسمعوني الصلاة على رسول الله، من قريش مسلما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش. الذي يأتي مسلما يرده إلى قريش. ثم قام حلف. إذا ظاهر هذا الاتفاق
لم يكن في صالح المسلمين. لكن المسلمين للحظة نسوا وهم بشر حكمة الله عز وجل. هذا الصلح هو الذي قال الله عز وجل عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان فتحا مبينا، كان فتحا مبينا. لذلك نجد في هذا الصلح أن الذين جاءوا مسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا قريشا ماذا فعلوا؟ ردهم النبي عليه الصلاة والسلام. هل عادوا إلى قريش؟ لا. ماذا فعلوا؟ وقفوا في منتصف الطريق يغيرون على عير قريش، على قوافل قريش، شكلوا قوة مهددة لقريش، حتى جاءت قريش وقالت: تنازلنا عن هذا البني، تنازلنا عنه، خذهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي حصل؟ دخلت القبائل في دين الله أفواجا. القبائل دخلت في دين الله وأخذت تبايع رسول الله على الإسلام والإيمان والجهاد في سبيل الله. إذن هو فتح. لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا إلا وقد دانت له الجزيرة العربية بكاملها. لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا إلا وقد جهز جيش أسامة. وما منع الجيش أن ينطلق إلا أن روح رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة انتقلت إلى الرفيق الأعلى. جيش جيش من مسلمي الجزيرة العربية لأجل أن يحارب الروم. الروم الذين تصل قوتهم إلى روما وتمتد إلى القسطنطينية آنذاك. إذن ألم يكن فتحا؟ كان فتحا. هل انتبه المسلمون لهذا؟ لا، إلا أبا بكر رضي الله عنه. سيدنا عمر قال لأبي بكر: علام نقبل الدنية في ديننا. فقال أبو بكر: يا عمر، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره بحقيقة هي قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن من وراء هذا الصلح حكمة. فأيها السادة، عندما نصاب بمرض أو بتشريد أو بحرب أو بفتنة أو بأي شيء، قد تكون وراء ذلك حكمة إلهية لا ندركها. يعقوب لم يدرك الحكمة عندما فقد يوسف، لكنه صبر لأنه يعرف أن من وراء كل شيء حكمة. ويعقوب أيضا احتسب عند ذهاب بنيامين، والمسلمون احتسبوا وصبروا وتذكروا كما قال أبو بكر: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما عادوا بهذا الصلح الذي ظاهره هزيمة وحقيقته نصر. علينا أن نرضى عن الله، علينا أن لا تهتز ثقتنا بالله، علينا أن نحتسب أمرنا لله، ولله من وراء كل شيء حكمة. أما الأمثلة من واقعنا فستكون في الخطبة التالية إن أحيانا الله عز وجل. I'm
حمدا لك ربي كما أمرت، وصلاة وسلاما على نبيك الذي لنا أرسلت، ورضوان الله على صحابة كرام برر بهم سماء هذه الدنيا أنرت. أوصيكم إخوة الإسلام ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه. إخوة الإيمان، إخوة الهجرة في سبيل الله، أعظم نعمة بعد الإسلام الذي من الله به علينا أن نحسن الظن بالله، وأعظم مصيبة هي أن تهتز ثقتنا بالله عز وجل. عندما دخلت روسيا إلى سوريا صار بعض الناس يقولون ومن يخرج روسيا وهي ثاني قوة في العالم. الآن هيبة روسيا في الطين في الوحل، وهي تسحب قواتها وطائراتها وخيرة جنودها لأجل أن تبقى واقفة ولا تنهزم هزيمة لا يكون لها وجود بعدها. قائد قواتهم في سوريا صار قائد قواتهم في أوكرانيا. عندما تبجح وزير دفاعهم بأننا جربنا في سوريا 180 سلاحا، يعني عندما تحولت سوريا بأهلها وأبنائها ونسائها وأطفالها وبنيتها التحتية ومخابزها ومدارسها ومساجدها ومدنها وحاراتها وقراها إلى مختبر لهؤلاء، تألمنا لكن ثقتنا بالله لم تهتز. اليوم تعلنها أمريكا صراحة بأنها تختبر أسلحتها بالجيش الروسي، وآخر ما حرر ما يسمى بالدبور، آخر ما حرر وزنه أقل من كيلوغرام، يبص ينقل، يصعب أن يرى عبر الرادار، يدخل إلى البيوت إلى الأزقة إلى غرف العمليات، وقد غير موازين القوى. يا أيها السادة، لا تنظروا إلى قوة أمريكا ولا إلى قوة روسيا، انظروا إلى حكمة الله عز وجل. عندما شرد الملايين من أبناء سوريا ونحن بعض منهم، دعونا الله ورجوناه أن ينتقم منا ونحن المستضعفون في الأرض أو المستضعفين في الأرض. اليوم أقرأ تقريراً عن أن الدول المحيطة بروسيا كلها تهرب إليها العائلات بالملايين ومنهم الجنود. عندما ضرب أبناؤنا بعضهم بعضهم ببعض، نجد اليوم في روسيا هذا الذي يسمونه الاستدعاء للجندية الجزئي، لا تصدقوا هذا ليس جزئيا، إنه استدعاء كامل كامل. وصلتني بعض الرسائل الصوتية من السوريين الذين يحملون الجنسية أنهم استدعوا، وبعضهم رجال أعمال مقاولات وبعضهم أطباء في البولية والقلبية وغير ذلك، وهربوا لأن الاستدعاء يعطيهم مهلة 24 ساعة. هربوا وتذكرة الطائرة وصلت إلى بغداد ب10,000 دولار ومنها إلى دبي. هناك عدالة، هناك عدالة. حتى أمريكا تستنزف في هذه الحرب، حتى أمريكا التي كانت تغض البصر عن جرائم العدو في أرضنا سوريا وقبلها في فلسطين مدة 70 عاما، الآن تتحدث عن إجرام الروسي في أوكرانيا. أليس ما يجري الآن في أوكرانيا هو عين ما جرى في سوريا، هو عين ما جرى في فلسطين؟ إنها حكمة الله
وإنها عدالة الله، وثمة حكم كثيرة نحن لا ندركها اليوم، سيسجلها أبناؤنا أو سنسجلها بعد حين، وسترصدها أقلامنا وتدونها خططنا بإذن الله. لكننا أولا وآخرا لا نسيء بإذن الله الظن بالله، ونتذكر قول الله أليس الله بأحكم الحاكمين، وقول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ولا ندري من أين يأتي الفتح، لا ندري من أين يأتي الفتح. وأنا عندما أتحدث عن الفتح لا أتحدث عن إقليم، أتحدث عن أمة. كم جوعتنا أوروبا والآن الجوع يطرق أبوابها، كم جعلتنا نقف في المخيمات ونحن نموت ونتساقط من البرد، والآن هي على هذه الحافة وهذه الهاوية. أما الدولة المسلمة الوحيدة التي هي على أبواب نصر عظيم وهذا كرم من الله فهي تركيا. اليوم توزيع الغاز لأوروبا سيتم عن طريق تركيا، وتوزيع الحبوب للعالم كله سيتم عن طريق تركيا. اللهم انصرها وانصر أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نريد يوما نرى عز الإسلام والمسلمين فيه، تعود لنا أيام عزنا التي أفلت بسبب ظلمهم وطغيانهم وتآمرهم. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز، لكن لا نسيء الظن بالله أبدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، ولا تقطعنا بأسباب الذنوب عنك يا الله، ولا تحجبنا بقبائح العيوب. لا نضام وأنت إلهنا، لا نضام وأنت إلهنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم احفظ لنا نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة حسن الظن بك يا حنان ويا منان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله.